بارتفاع سعر الذهب حاليا، الذهب مرتبط بالدولار حاليا، اذا ارتفع الدولار فان الذهب يرتفع حاليا، ووصل عندنا مرحله نشتري الذهب حاليا المثقال واحد 400,000 دينار، يعني ليش تبيعون الشراء الذهب 400 ونشتري من الجمله يوصل علينا 450 الى 460 الف دينار، فنضطر نبيعه ب 500 كحد اقصى، يعني ما نقدر نعبر ال 500 يعني. سابقا انت خلال عملك كصايغ وصل هيك سعر سابقا له؟ هاي اول مره يوصل الى 500؟ هاي اول فتره يوصل عندنا هذا المستوى من الارتفاع، يعني بسبب الازمه اللي هسه جاي تمر بها العالم كله، تمام، ازمه روسيا واوكرانيا، واللي هي اكو ناس هواي ما تعرف بانه هي لها تاثير سلبي علينا، اكو بيهم يجون هنا المحل يقولوا لي وشنو علاقتنا بهم هم، فناس ما تعرف، لكن اللي لازم يعرفونه بانه هاي الحرب وكل ازمه عالميه يتاثر بها الذهب، واليوم مثل ما تشوفون الشراء صار 400 عندنا على مستوى محافظتنا بغداد، اكثر تقريبا 415، ونتيجتها توقف البيع تماما، يعني جاي يشوف السوق البيع، يعني اذا انت اني بالنسبه لي اليوم كابو مفرد لازم ابيع على 500، هذا واقع الحال. سابقا اني من دخلت الذهب لليوم ماكو شيء، بس هذا صعد بهاي الفتره الاخيره اللي هي من الذهب. الان يعاني بالعالم كله من ارتفاع بسبب الاحداث اللي شهد العالم بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه. اسواق الذهب بمدينه الكوت شلون وضعها حاليا؟ شنو تشوفه؟ والله وضعها من صارت هاي المعركه بين اوكرانيا وروسيا، يعني بصراحه صعدت الاونسه، والاونسه عالميه مالت الذهب، يعني صعد الذهب تقريبا اليوم نشتري الذهب المستعمل نشتريه من الناس المحتاجين اللي يجيو يبيعون الذهب مالتهم ب 400,000 دينار المثقال، وتعرف احنا بالنسبه انه هم يروح عليه يجور، يعني تقريبا نبيعها بحدود ال 500 الا شويه، اليوم وصل لل 500 سعر المثقال تقريبا، يعني هذا الرقم واصلي له قبل همنا واصل السعر الى 500؟ لا ما وصل، هاي يعني حتى بالنسبه من صارت كورونا واعتبروا الذهب يعني عالميا الملاذ الامن، فما صعد هذا الصعود، صعد تقريبا صار ب 400 نبيع احنا 400 الا شويه، بس هاي اليومين من صارت المعركه مال اوكرانيا وروسيا لا صعد الذهب هواي. الفئات اللي دا تشتري يعني حتى المتزوجين الكذا شلون تشوف اقبالهم حاليا؟ والله هم يعني عندهم نيه شراء، بس تعرف الذهب من يصعد، يعني اذا كان مثلا مقرر انه يشتري له بمليون فما يقدر يشتري، هسه المليون ما يجيب لذاك الذهبيات الزينات.